أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل عن الصيد بالطيور الجارحة. طيب، ما علمتم من الجوارح؟ يجوز الجوارح سواء كانت من الطيور أو من الكلاب، هذه الجوارح إذا كانت معلمة على للصيد تصيد ولا تأكل منه، كلوا مما أمسكنا عليكم، ما إذا أكل منها فإنها لا تحل، وإذا أمسكها لصاحبه هذا هو الحلال. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.